تخيل حالك راكب بتاكسي وفجأة شوفير التاكسي صرح لك إنه من داعش ولابس حزام ناسف وبقول لك إنه رح يفجر حاله بجمع للكفار، كيف رح تتصرف وشو رح تكون ردة فعلك؟ في برنامج مقالب قرروا اللي بيشتغلوا على البرنامج يجربوا هالمقلب بالناس ليشوفوا ردة فعلهم، فكيف تتخيلوا كانت ردة فعلهم؟ شوفوها معنا، مع ملاحظة إنه كتير ناس كانت ضد المقلب لأنه مش مزحة، وكمان حتى لما يتعرض شخص لموقف حقيقي مثل هيك ما بيفكروا مقلب وبيكمل مع الداعشي. هذا حزام الناسف، بضغطة الزر على هذا سوف نكون في الجنة بإذن الله. كلها لحظات. طيب لا تبين. تتحرك يا بني، لا تتحرك. والله أرمي نفسي. سوف أضغط الزر. والله أرمي نفسي. لا تتهور، لا تتهور. والله أرمي نفسي. وقف. لا تتهور، إننا على مقربة من الهدف. وقف. بإذن وقف. الله. وقف. بإذن الله. لا وقف. إننا في الفردوس الأعلى وقف. من الجنة. بإذن وقف. الله إننا في الفردوس الأعلى من الجنة. والله. أقفل الباب. أقفل الباب. اقفل الباب، تعال هنا، تعال. كان معكم أرواد بملخص أخبار البوابة. لمزيد من الأخبار اشتركوا بقناتنا على اليوتيوب أو زوروا موقعنا على الرابط بالأسفل. البوابة، بوابتكم لأخبار الشرق الأوسط.